هنا سؤال فيما يتعلق بالألعاب التي في الحدائق، وهناك ألعاب يقول مرتفعة وهذه فيها خطورة، وهناك من سقط منها وتعرض للموت، فما حكم هذه الألعاب؟ إخواني في الله، نحن تكلمنا في مقطع سابق عن ألعاب الببجي وبينا حرمتها، ولكن أريد أن أقتطع جزءا من جوابي عن الببجي، وهو فيما يتعلق بالحكم له أن الشرع قبل له من الناس، لكن إذا كان فيه منفعة، منفعة للشخص في دينه أو دنياه. فذكرنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة، فرياضة المشي والركض فيها فائدة، وقلنا أن الشرع أذن باللعب مع الفرس لأن هذا في إعداد للجهاد، والقوس إعداد للجهاد، وكذلك الزوجة وفيه الولد. وذكرنا ونذكر أيضا علموا أولادكم السباحة وما أشياء كثيرة ضمن هذه الدائرة. إذن اللهو الشرع أذن باللهو، لكن قال لك احذر من اللهو الباطل، فقال صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهوه ابن آدم فهو باطل، وذكر الأصناف التي ذكرتها، ولا أريد أن أفصل كثيرا لأنه سبق في لعبة الببجي. هذه المقدمة حتى ندخل على اللهو المتعلق بما يسمى في ديارنا بالملاهي أو مدينة المدينة الترفيهية. أقول إخواني في الله، عندما تدخل هذه المدينة إذا كانت فقط ألعاب ولا يوجد فيها أي معنى فائدة لا دينية ولا دنيوية فلا تدخلها، لكن عندنا مثلا مدينة ترفيهية فيها حديقة حيوان، فأنا شخصيا كنت أخذ أولادي إلى تلك الأماكن، ولكن أزرع فيهم أننا سوف نذهب لرؤية حديقة الحيوانات عزكم الله، ومنها التفكر بخلق الله واستحضار نعم الله علينا أننا بشر ومن بني آدم، أزرع فيهم بعض المعالم. والنقطة الثانية أني كنت أذهب في وقت لا يوجد فيه ذاك العدد، فأختار الذهاب في وقت الصباح، فأول ما تفتح حديقة الحيوان تجدنا إيش أمامها؟ أهلا وسهلا، تفضلوا، فارغة من الناس. فنمكث الساعة والساعتين مع هؤلاء الأولاد، ويأتون بالخبز وبعض الأشياء ويطعمون الحيوانات ويفرحوا ويضحكوا ويلعبوا معهم. لا تستطيع أن تعزل أولادك عن المجتمع وتقول هذا لا يناسبك، ما يناسبك أنت عالم أو طالب علم مكين، أما أولادك لهم حق عليك، فتحتاج أن تذهب بهم إلى تلك الديار، ولكن تضبطها ببعض الأحكام الشرعية. ثم معي أطفال صغار دون البلوغ، فهؤلاء أوجههم إلى ألعاب، ولكن كنت أطالب ذاك الشخص الذي قائم على الآلة ألا يشغل المعازف والأغاني، وكان يتقبل. لما؟ لأنه العدد قليل، وأنا وعائلة وعائلتين بدت يعني تأتي إلى ذاك المكان، فكان يتقبل. خلاص يا شيخ، خلاص اطفوا الأغاني ويتقبل. والنوع الثاني كان هناك ألعاب تقبل أن يكون فيها فائدة في دينك أو دنياك، مثل لعبة السيارات والاصطدامات،
فكنت أقول للأولاد إنه أن تلعبوا هذه اللعبة أن تتدربوا على قيادة السيارات. إلها وجه، وجه مش قوي جدا بس مقبول. فأزرع بهم هذه النية فيدخلوا يلعبوا، فيبدأوا بالمضاربة والمصادمة وما شابه، وأحسن بهم هذه النية. ثم ننتقل إلى هناك لعبة الصيد، الرمي بالرصاص الفارغ هذا، فأقول لهم أنووا بالإصابة هذه الجهاد في سبيل الله، أزرع بهم النية. فبالتالي لكن دخلنا إلى بعض الألعاب فإذا بها خطيرة جدا ولا فائدة منها لا في دين ولا دنيا إلا زرع الخوف والمباهاة بين الناس. فرأينا مثلا هناك لعبة تسمى المقص، فقالوا نركب بهذه المقص. قلت ننظر أولا شو هالمقص هذا، فإذا به يقص القلوب ويخيف الجالسين والناظرين. ووجدنا من صعد قضى أكثر وقته وهو يصرخ وينادي. طب إذا ماذا تستفيد من هذه اللعبة؟ لا في دين ولا دنيا. فكنت أرفض مثل هذه اللعبة. هناك لعبة الدولاب، نظرت تأملت هل لها وجه، فقلت لهم إنه في صعودكم النظر والتفكر في خلق الله، ما في خوف فيها، بطيئة وتتنقل هكذا، والولد لا يصرخ، واحد ليش يصرخ؟ فلها وجه. وهكذا مثال آخر، العروسة، نظرت إلى العروسة فإذا بها مش عروسة، هذه مرفوضة يعني مطلقة مخيفة جدا، تصعد وتنزل وكذا وإشي وبكاء وصر، هذا وين؟ لا في تفكر ولا في تدبر ولا في. فإذا هذه حقيقة كلمة مهمة، لأننا بعد أيام إن شاء الله نسأل الله أن يكرمنا وإياكم يطل علينا عيد الأضحى، والناس يسألون، الحريصون يسألون عن دخول هذه الأماكن. فأولا لا أنصح بالدخول إلى أماكن الترفيهية التي ليس فيها منفعة، وإنما أدخل أماكن ترفيهية فيها الحيوانات والطيور وما شابه، واشغل أولادك في بعض الألعاب بالضوابط التي ذكرت لك، ومع ذلك المعافى فليحمد الله. ونحن نفعل ذلك بسبب ضغط الواقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكننا إن شاء الله ننضبط بما يعيننا الله عز وجل على ضبطه. ومن وإذا كان هناك زلل فنستغفر الله، نسأل الله أن يغفر لنا.